وابل خرب مواقع شوية. شوف الخوت، عافاكم عافاكم، ما في ما نهضر اليوم، ما في مع الناس اللي كيهضروا بزاف، اللي كيهضروا في اليوتيوب، اللي كيهضروا منهم داك الخراز، الخراز ولا ما عرف بحال هكا سميه، عنده بوليسي سابق مدينة القنيطرة، وأنا ابن مدينة القنيطرة، أنا ابن مدينة القنيطرة، وكنعرفو ملي كيقول الأحياء كنعرفو بأن راه يعني كيهضر على شي حاجة ديال. هو ابني كيقول لك صاحب الجل رحمه الله. الغريب في الامر انك يقول لك بان كان من حقنا نضربه، ودابا مبقاش عندنا الحق نضربه، وكنا كنعصيوهم ولا العصابه السي الخراز، العصا العذاب باقي، وانت كتسحب حقوق الانسان بان موضوع حتى للسجين. انت خطأ عندك انت في التركيبه البوليسيه اللي عندك في المخ ديالك. انت ذاك الانسان اللي انت باش تعرفوا بانه مجرم ولا ماشي غير مجرم، كتضربو عاد كتعرفو مجرم. ها ماشي من حقك سي الخرزة، ماشي الخرز، لا حق لك. وكيعير حقوق الإنسان، وحنا كنا كنضربو دابا حقوق الإنسان، ولكن حنا مشكلة. انت كلب، انت كلب عضاد، انت غير كتعض، وتربيتي غير تعض. حنا نتكلم على حقوق الانسان، حقوق الانسان يكون مجرم ولا راه ما فيهاش نعطيو حقوق الانسان. وكما كتقول انت في الفيديو ديالك بان اوكي نديرو اصلاحيه، ندير الناس اللي ما اول مره ولي جوج ثلاثه يعني كلاب، هذو كلاب، ولكن كيبقاو بشر، كيبقاو بشر. وانت كنقول بان الفقر ماشي هو السبب، الفقر هو السبب، بس الخرزة الفقر هو اللي يدفع واحد الانسان بانه ما عندوش. ما تقول لي يا اوكي لقينا واحد الجرائم ديك، انت يجب دابا ان واحد جوج الناس مرفحين ولاد دار ولاد كنهضر لك على 99% ديال السجناء كلهم فقراء، كلهم ما عندهمش، وانت كتسبح وتمدح داك فين دين مو هذاك الخرا ديال البوليس، ما عرفتش دين مو دابا، ما طاح ليش في راسي يمشي يقود عليا، ولكن الواقع كيبقى هو الواقع. الحزقة، الحزقة والجوع والمجاعة والفقر والجعل. علاش دابا انت الحموشي، انا تفكرت الحموشي ديالك انت تسبح بيه الحموشي، سير قلب اش عندك، واش عند الحموشي يا الكلبة، قلب على الحموشي في الحق دابا، شنو دار من ثروات، اش من خيرات، من ابناك خارجيه، وغتجي كتعاير الشعب دين مول اللي مقهور، جبد موس قتل هادي قتلات الاخرى. اوكي نحييك، انا كنحييك شخصيا للاستفاده المواطنين اللي كي يشوفوا الجريمه كيفاش كتوقع وعلاش كتوقع، ولكن علاش كتوقع بالضبط؟ ماشي حيت كان سكران، وعلاش كانت سكران؟ قلب قبل منا، لان ما عندوش، ما قراوش، ما دربوش، ما وطلع حمار بحالك انت حمار، غير
وتنقول لك بعدا ما متبقاش تدخل للعلوم الانسانيه وداك الشيء راه بعيد عليك على الاخر، انت بقى تهضر كبوليزيه او الهضره ديالك كلها بوليزيه ما غتفيدنا في التخريه. حنا واش كتعتقد بان العقل ديالك هو العقل ديال هاد الناس اللي كيتفرجوا فيك كيضحكوا عليك يا الخرا؟ الناس اللي 800,000 ومليون مشاهده الحمير بحالك، انا كنقول لك انا الحمير بحالك هما اللي كيتفرجوا ليك. انا ملي كنشوف بوليزيا العقل ديالك ما تبدل، ما تقدرش تولي انسان وانت باقي مع الاعدام. انت مع الاعدام وحيد الاعدام، انت ضد الاعدام، انت بغيتي الاعدام ديال مو يبقى التعذيب، انت مع التعذيب. احنا ما كنهضروش على الصالحين، شكون هو الصالح؟ انت دابا انت صالح، دابا نطيح فيك انا واش باش نعرفك صالح؟ نعذبك هو الاول باش نعرفك صالح. فالخرا عليكم يا وهاد العقول اللي كتبع هاد التفاهات، هذا انسان بوليسي وتيهضر غير بالحمد والشكر للعلويه اللي نتجاتو. هذا انسان منتوج ديال العلويه، فهو ماشي منتوج ديال الفكر ديال احتكاك ديال، لا لا لا، هو ديال الرسول ديال العلوية ديال العلوية. العلوية قالت لي عطيو العلوية، عطاوني وسام وعطوك، وحنا غنخراو عليك السي الخراز الدراز. الله ينعي والدين منكم عنينا منكم، والامثال ديالك هما اللي باقيين كيحكموا. والامثال ديالك انت كتقول لا ما بقاش حقوق الانسان، ما بقيناش كنضربوا، انتم كلكم ضرب وجرح. واش كتضرب اصاحبي؟ كتضرب انت كتفتخر بانك انا كنت كنضربها، كنت كنضرب. الله ينعي والدين امك. شنو كاين شي علاقه بين الضرب والحريه؟ كاين شي؟ لا ما كايناش. الناس غيعاتبوني بان هذوك راه كيستحقوا الضرب. لا احد يستحق الضرب، كل انسان يستحق الحريه. قبل ما تقول ضربو اعطيه رزقه، اعطيه رزقه بعدا، اعطيه رزقه ولا غلط ديك الساعه الضرب معاه، انت ما عطيه والو كضربو. الخرا هذا شنو هذا؟ ملكي الزبلين عندين مك وسي الخراز دراز، راه ما درز دين امك، حنا غندرسوك سندرسوك انت والعلويه ديالك وهاديك البيجي ديالك. الله ينعل دين امكم ودين حياه ديالكم، مع احترام انتي كامل احترام الناس اللي كتقوم بالدور ديالها بان محاربة الجريمة. الجريمة راه ماشي جريمة، جريمة تركبونا على الجريمة وتقال تجرمونا حنا ويعطيك الحق. انت شكون اللي عطاك الحق باش تصرفقني انا؟ اش درت لك انا؟ اش درت لك انا باش تصرفقني؟ انت مازال ما عرفتينيش واش درت ولا ما درتش وكتصرفقني. لان القانون الغابوي ديالك اللي عايش فيه انت واللي كتمناه واللي باقي فيك باقي كتحلم به، سنعيد الكلام عليكم يا الخرا يا الدبان. ما الخراز والدباز واش كتعرف شنو هي مواطن مواطنه؟ وخود نتا راسك فراس في بلاصه واحد الانسان ما دار والو، جاو تسلطوا عليه نقزوه شكوه فيه ضربوه ولكن ما دار والو.
ايوا الخلاق الخلاق ورا التفكير عندك مريض صاحبي دراز خرز راه التفكير عندك مريض راه هادوك ناس كما انت كما انت يا الحمار يا الحمار ويصوتوا عليك انا ما نبغيش ليك وما نبغيش لولادك واش تفهمني دابا انا ولادك وانت ما نبغيش شي واحد يتعدى عليك بدعوة نضربوه تيتكلم عادي يهضر عادي جبت البطاقة انا انت حيت عندك بطاقة بوليزية انا بوليزي فانت معصي عاك تجبد لهم انا بولي ورا انت وشحال ديال الحرام كليتي ماشي الحرام داك المفهوم الديني وشحال ديال السرقات كليتيهم شحال ودابا دابا انا كنقول دابا باش عايش يا الحرام ولاد الحرام كلكم غتمشيو من الارض ديالي تحيه خالصه لدين امكم ما كان حيتها خري انا سير تقود سير تقود تبعوا هاد الدراز الدباز ينعلبوكم الكلبات.